غيارية. ده كنت معنا مشاكل. أبونا دخل السجن. فاتنا صغيرين. كنا نتدلل أنا وأخواتي، إحنا 7 بنات. نتدلل نصيده ومعنا شغل واد واحد. ونشتغل ونكد على رواحنا لغاية أبونا مطلع من السجن. أراد ربنا وتدوست. خدت الراجل ده. الراجل ده فجروا على كد حالي. خلفت منه 10 عيال، 6 ولد و4 بنات. دوست بيت وواد منه. الواد سابني ومشي. خد مرته وخدها متجوزها من البحر وهو شغال في مصر. وسابني ومشي ما سألش عليه. بعدك ده هو دوستها هي البنية. كدشت على كد حالي وادي الفلوكة. كان السمك رخيص، كنا نبيعه بدنيا و50 قرش وكنا فرحانين يا بيه. كان فلوكة تسرح ادي بعلقتين سمك مشانتين ما دخلنيش شيء بخستين. اما دلوقتي تعالى كذا مرة نروح فاضي، انا مرات ياما يعني ما دخلنيش، مش مرة واحدة. 100 دنيا احنا مع الصعيد تعمل. مثلا انت ادي لك نص كيلو عدس، علب السدائر، كيلو سكر، باكو شاي، هتسند وتقدر توفر منه. لكني انت دلقيت هتديب كيلو سكر ب10 دنيا بيت فيه 15 نفار، وهتديب باكو شاي الان هيعمل قول لي يعمل ايه؟ والحاله يعني يقبض الراجل يقبض وهو عيلين في المدرسه، معايا عيل وراك عيان، انا ما اقدرش نعال فيش والله. يعني انت اصيد لك ب10 دنيا ايه؟ 10 دنيا تعمل ايه؟ مثلا ما تاخذنيش 6 بنات على ولد، ما تاخذنيش مدوز منهم يعتبر 5 والولد مدوز برضه. نسرح دلوقتي ممكن قلت لك لي شهرين ثلاثة ما بعت ولا اشتريت من البحر. شوف يعني هذه اللي حكاية الصيد. الصيد كان زمان يا بيه دلوقتي. والتأمين ده هو ما رضينش يقبضون 57 سنة وما رضينش يعتمدونه في القبض العام. فينك انك انت حد يساعدك؟ مين يساعدك؟ ورحت نقدم في الشؤون ما قالوا معاش السيسي، رحت نقدم قالوا لي دوزك هيقبض. طب دوزي هيقبض لكن دوزي رد فقير. الله العظيم تتعبك الصورة. انا بدك ونكون ورا الله. اللي يعمل غلطة يروح. دي نتقدر. اخر النهار نشتغل فيها واخر النهار ندفع ايجار. 10 15 دنيا، 20 دنيا، 30 دنيا. ممكن يفرض عليك يتقب في عزما ما البحر صيد ما رضاش يديك المركب. شو عليك؟ العيشة انا هوا طول. كل حاجة وما فيش انك انت ما معكش فلوس. موت مدو. انا نبدا في الصبح ندي في الفدر نعس الدبيات ناخذنا نزلين ما صدناش، يعني نعس الدبيات نص بيهم في الحشيش اتدي تروح تعسيهم صاد وربنا كرمك بكل سمكه نبيعه نفطنا انا وعيال. ادينا شغالين انخدنا نازل مصادش ادينا شغالين ندب مش شغالين دب شريتين صغيرين احنا شغالين لغايه ما عقب النهار انا نكمل نعمل 2 كيلو سمك عشان نبيعهم في الصبح عشان نبيعهم عيش لعيال ونجيبهم في الطلبة. هذه اللي عايش هذه العيشة العيشة. بدي نزف نفس شقة أم. أصلاً ده شغلك أنا وراس ولا وين نشتغل؟ هذيك شايف نشتغل عيل ده هو. أشتغل أنا وهو. قال لا أطلش لي كيلو سمك، 2 كيلو سمك أنا أطلع نبيعهم ب10 30 دنيه. بربع عندني ونطلع عندي منهم طلبات عندي اللي عايزاه في بيتي نص كيلو عدس كيلو رز دي وعايشه والحمد لله.